محاضرتنا راح تكون عن ألم ثلاث قوائم. أنه وفقا لجنة تصنيف الصداع الدولي، فإن ألم ثلاث قوائم هو اضطراب يتميز بآلام شديدة في الوجه متكررة قصيرة الأمد تشبه الصدمة الكهربائية، أحادية الجانب بتكون بدايتها ونهايتها مفاجئة، تقتصر على توزع واحد أو أكثر من فروع العصب من ثلاث توائم، عادة تنتشر للفك العلوي أو السفلي، غالبا مصحوبة بتشنج وجيز في الوجه. تطور المرض بيكون دون سبب واضح، أنا بسميه كلاسيك أو تيبيكال تراجمينال نيورجيا، أو قد يكون نتيجة لاضطراب آخر، يعني قد يكون هو عرض لمرض ثاني موجود. حبنتقل السلايد معكم. اي تمام. تمام، هون بالتشريح انه بس الفروع الثلاثة، العينة العلوي هو وهذا الفك العلوي والفك السفلي اللي هو الأضخام، وهي عقدة كاسلر وهذا الجذع تبع المثلث التوائم. الأخ لمحة تاريخي، من أوائل من وصف آلام الوجه الانتيابي هو الطبيب العربي الجرجاني، وصف نوع من الألم يصيب الفك كله والأسنان في جانب واحد. نيكولاس أندري أول من صاغ مصطلح العرة العصبي. جون فوتورجيل أول من قدم وصفا كاملا ودقيقا لهذه الحالة. أوسلر أيضا وصف الألم العصب مثلث التوائم بتفصيل كبير ودقيق في كتابه Principle and Practice of Medicine، وعام 1900 مقال تاريخي ذكر كوشن طريقة استئصال كلية لعقدة كاسلر لعلاج الألم العصب الخامس. نحكي على الإتيولوجي، معظم حالات ألم العصب ثلاث التوائم تكون مجهولة السبب، ممكن الضغط على جذر العصب بواسطة الأورام أو التشوهات الوعية قد يسبب ألما مشابها، شريان المخيخ العلوي واحد من الحالات. قلنا يصنف إلى صنفين، كلاسيك الذي يعتبر مجهول السبب يشمل في الواقع الحالات التي تعود إلى وجود شريان طبيعي ملامس للعصب مثل شريان المخيخ العلوي أو الأيكا. قد يكون ألم مثلث التوائم عرض لمشكلة أو آفة موجودة مثل آفة وعائية كأمهات الدم أو الـ IVM، أو آفة التهابي مثل اللايم ديسيز ومثل الساركويد ومثل المالتيبل سكلوروسيس وهو الأشياء يعني وغيرها التي من الممكن أن تخرج وتهيج العصب وتعطي أعراض ألم مثلث التوائم. الوبائيات نذكر أنه هو عند النساء أكثر من الرجال، نسبة متقاربة، ما في أكثر، ما أنه الفرق الكبير بيناتهم. تكون الإصابة، تميل الإصابة لأن تكون أعلى قليلا عند النساء في جميع الأعمار وتزداد مع التقدم بالعمر. ذروة الإصابة تكون بين العمر 50 و60 عام. بس عفوا دكتور موفق، الله 3.4 وال5.9 بصراحة ما أنها متقاربة، يعني تقريبا ضعف عند النساء. معلم هلا هون الجدول هذا من اليومنز، هذا اليومنز النسخة الجديدة هون اي واحد لواحد فاصل ثمانية. اي تماما، ضعف تقريبا، يعني تقريبا كل حالتين نساء تمام، حال يعني الذكر. ايه العمر عم بيكون قلنا اكبر من 50 ل 1.8 بالنساء لواحد، يعني ضعف. الطرف الايمن ايسر بنسبه 39%، في الطرفين عم بيكون عندنا الاصابه فقط 1% اللي هي بتكون نادره. الانقسام الاول لحاله مش 2% اللي هو نادر بيكون. الانقسام الثاني الفك العلوي 20% من الحالات لحاله، والانقسام الثالث 17% من الحالات، الانقسام الأول والثاني 14%. الأشياء هو الانقسام الثاني والثالث، والانقسام الثلاثة كاملين 50% فقط. الأمراض المرتبطة بألم وجه المزمن والمتكرر يمكن أن تكون كبيرة إذا لم يتم التحكم في الحالة بشكل كافي، وقد تتطور هذه الحالة إلى متلازمة الألم المزمن. ممكن المريض لاحقا يصير عنده اكتئاب وما يرتبط به من فقدان الأداء اليومي. قد يختار المرضى الحد من الأنشطة التي تسبب الألم مثل المضغ لاحقا، فقدان الوزن في الحالات أو الظروف القصوى، بالإضافة لأنه شدة الألم قد تؤدي إلى الانتحار. ومذكور حالات وهلق في يعني أنه عن جديد سموه suicide disease، أنه مرض الانتحار. من علامات سوء الإنذار هو العمر الصغير
وتوزع الألم على الفرع الأول، وكمان عدم الاستجابة على العلاج. عوامل الخطورة، الأخوان كاتبين إنه the major risk factor for trigeminal neuralgia is MS، يعني إنه عامل الخطر الأعظم هو التصلب العديد. وعلى الرغم من هالشهادة، أقل من 5% من المرضى اللي عندهم ألم مثلث التوأم وحاديث الجانب راح يكون أو عندهم بالمقابل MS، وأقل من 2% من المرضى الـ MS راح يطوروا في النهاية ألم مثلث التوأم. في المرضى اللي بيعانوا من ألم مثلث التوأم ثنائية الجانب، معدل الإصابة بمرض الـ MS بتكون عندهم أعلى بكتير، أعلى يعني أكثر من 18%. يجب اعتبار أن Multiple sclerosis هو السبب الأساسي لألم مثلث التوأم ثنائي الجانب عند المرضى الأصغر سناً أو أقل من 40 سنة. ارتفاع ضغط الدم هو أحد عوامل الخطورة لدى النساء، لكن الأدلة أقل وضوحاً بالنسبة للرجال. في الوراثي بتلعب دور لكن ثانوي، خاصة إذا الإصابة في قريب من الدرجة الأولى. نجي على الأعراض والعلامات. ألم مثلث التوأم قلنا بيظهر على شكل نوبات من الألم الشديد على جانب واحد، جانب قد يختلف عدد النوبات من أقل من نوبة واحدة في اليوم إلى 12 أو أكثر في الساعة إلى مئات في اليوم. يتم تشخيص المرض بناء على التاريخ المرضي والسمات المميزة للألم. لقفين المريض يوقف كل ما يفعله على الفور أثناء النوبة. عادة ما يقف المريض متجمدا في مكانه أو يلتوي أو يمسك وجهه من شدة الألم. مسببات الألم ما بتشمل المضغ أو التحدث أو الابتسام، شرب السوائل الباردة أو الساخنة، اللمس، الحلاقة، تفريج الأسنان، نفخ الأنف أو الفم، مواجهة الهواء البارد من نفس السيارة المفتوحة، حط المكياج أو نزع المكياج، كلياتها هاي ممكن تفعلنا نوبة ألم. يوصف الألم عادة بأنه مفاجئ، حاد أو طاعن أو كهربائي، يشبه الصدمة، يختفي بشكل مميز فجأة كما بدأ. المريض دائما بيتذكر المرة الأولى اللي جاته فيها نوبة الألم. وتواتر نوبات الألم بيختلف بشكل كبير، أنه من مئات الهجمات يوميا إلى فترات طويلة من الهدوء يمكن أن تستمر لسنوات. على الرغم من الهجمات لا تستغرق سوى ثواني إلى دقائق، إلا أنها يمكن أن تجتمع معا في رشقات تكززية يمكن أن تستمر من دقائق لساعات. بين النوبات يكون الشخص بدون أعراض، يعني غير عرضي، وهذا بيميزه عن باقي آلام الوجه الأخرى. والتمييز الثاني إنه ما في عجز أو أذية عصبية حاصلة بسبب الألم أو بسبب المشكلة اللي عنده. التشخيص، المعايير التشخيصية اللي حددتها جمعية الصداع الدولية هي كما يلي: أولاً، نوبات انتيابية من الألم تستمر من جزء من الثانية لدقيقتين، تؤثر على فرع أكثر من فروع من العصب مثلث التوائم، وتحقق المعيارين 2 و3 الألم واحد على الأقل من خصائص التالي: حاد، سطحي وطاعن، ويتفاعل ويتسرع من مناطق المولد للألم اللي مثلاً بالوش أو الوجه أو بواسطة عوامل مولد للألم. الهجمات النمطية في الفرد المريض، كل مريض بيذكر انه بتجي نوبة هيك بسبب هالشيء، بسبب مثلا محرض معين بتجي نوبة هيك، وقد تختلف من مريض لاخر. لا يوجد عجز عصبي واضح سريريا، لا ينسب لاضطراب اخر، ما في مشكلة اخرى هي سببت الالم. عادة المريض ما بينسى المرة الاولى اللي اجته فيها نوبة الالم. التشخيص التفريقي، إذا كان ألم مثلث التوأم مستمر يعني بين النوب عم يضل المريض عرضي، اللي هي عم تكون الشكوى السائدة في أغلب مراجعين العيادة من ألم بيشكوا من آلام الوجه أكثر من 50%، هي بتكون علامة على اضطراب آخر غير ألم مثلث التوأم، ويجب أن تؤدي إلى إجراء فحص تفاضلي مناسب واستقصاءات متممة لنفي الأسباب الأخرى. عندما يكون الألم على مسار الانقسام الأول بشكل معزول اللي هو أقل بشكل أقل من 5% من مرضى ألم مثلث التوأم، يجب القيام بالمزيد من العمل والبحث لاستبعاد الحالات الأخرى مثل التهاب الشريان الصدري، القوقعة المنطقي، الصداع النصف العيني والشقيقة، وصداع العنقودي. يتم استبعاد الأسباب الأخرى لألم الوجه غير ألم العصب مثلث التوأم من خلال التاريخ المرضي والفحص البدني والاستقصاءات الخاصة عند الضرورة. في الحالات العرضية خارج النوبة،
عشان خارج نوبة الألم. إذا ظل في المريض عنده أعراض يمكن أن يحدث استمرار الألم بين النوبات، وكذلك قد يحدث ضعف حسي في فروع 3 أسابيع بعد ذلك. يتم إثبات السبب من خلال الاستقصاءات المناسبة. يكون عندنا مثلا صداع الشقيق أو الصداع العنقودي وألم وجه غير نمطي. قد ينتج عن الشقيق أو الصداع العنقودي ألما شديدا في جانب واحد، ولكن على عكس ألم العصب مثلث التوائم لا يتم تحفيز هذه الحالات بالحركة أو ملامسة الوجه، لا تستجيب على الفور للكهرومزبين. هو مقارنة بين ألم مثلث التوائم والصداع العنقودي والشقيقة، إنه من حيث العمر ألم مثلث التوائم بيكون عند المسنين، العنقودي بيكون عند الشباب من 30 ل 40، الشقيقة بتبلش بعمر صغير. الاستمرار النوبي بالشقيق بالألم مثلث التوائم بتكون ثواني إلى دقائق، هون بتكون من ربع ساعة ل 3 ساعات، الشقيقة بتطول كتير. وبالنسبة للمواد اللي بتفعل أو في يعني إنه في مفاعل لنوبة الألم، في عندنا مناطق مفاعلة في ألم مثلث التوائم بالعنقودي عفوي وبالشقيقة مخ. هلا لبين ما يجي الدكتور موفق، بس كأنه شفت أنا حاط نسبة إصابة الرجال للنساء بالصداع العنقودي انه هي 1.6 الى 9. اي حاط نسبة اصابة النساء الى الرجال، هي بالعكس الرجال عادة يصابوا بالصداع العنقودي اكثر من النساء بكثير. لا لانه حاط النسبة اللي فوقها 2 لـ1، النساء للرجال 2 لـ1 او 1 لـ2، ما بعرف، او انا شفتها غلط، هلا بشوفها مرة ثانية. هي اهم شيء. الله مكمل. قلنا الألم مثلث التوائم حيث العمر أكثر من 50 سنة، نشوف أقول لك النسبة بالعكس، الميل في ميل راشيو هو 6 لـ9 ذكور وواحد إناث. معكوس يعني. أي تمام. هو الجدول أنا يعني سحبته من اليومنز، ما عدلت أنا على شيء. هي نسبة معكوسة، يعني الرجال بينصابوا 6 لـ9 مرات مقارنة بالنساء. تمام. بالنسبة لمولدات الصداع في ألم مثلث التوائم بيكون عندنا في تريجر زونز أو يعني مناطق هي مولدة للألم. بالصداع العنقودي بيكون عندنا عفوي، بالشقيقة بيكون في عندنا مسببات قد تكون هي خارجية أو مختلف عليها، يعني إنه هي اللي بتسبب الصداع. بالتشخيص التفريقي ما نكمل فيه، في بين الألم مثلث التوائم والمولتيبل سكلوروسيس تشير التقديرات إلى أن 1 لـ 8% من مرضى ألم مثلث التوائم مصابين بالإم إس. لازم نفكر بالإم إس عند المريض إذا كان تحت 45 سنة يعاني من ألم مثلث التوائم وفي عنده قصة لألم عيني أو شكوى عصبي سابقة نصف الكرة الشمالي، وفي قريب أو قصة عائلية للإصابة بالإم إس. آفات الزاوية الجسرية المخيخي اللي ممكن تسبب ألم مثلث التوائم بالإضافة إلى شفع وفقدان السمع وضعف الوجه مع أو بدون أعراض أو عجز العصب القحفي 9 أو 10. وفينا تشخيص تفريقي تاني كبرنوس ساينس سيندروم سيربرال انيروزم هيموفيشيال سبازم وهيدروسيفالس وانتراكرانيال هيموريج وغيرهم. لا يعتمد تشخيص آلام الوجه بالكامل تقريبا على القصة المرضية، يلزم إجراء تعداد الدم واختبارات وظائف الكبد إذا تم التفكير في العلاج بالكهرومازبين. يمكن أن يسبب الأوكسيكاربامازبين نقص في الصوديوم بالدم، لذلك يجب قياس الصوديوم والمصل بعد العلاج. عند وجود أمراض المناعة الذاتية يجب التوسع في الفحوص المخبرية مثل الـ ESR والأضاد أضاد النواة. 5% لأنه 5% من مرضى تصلب الجلد أو الذئبة الحمامية قد يعانون من ألم مثلث التوائم. في المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 60 عام قد يختار الطبيب أولا تقييم الاستجابة للتجربة العلاجية للأدوية قبل التفكير في التصوير.
يؤكد زوال أو تخفيف الألم باستخدام الكربامازبين أو مضاد اختلاج آخر تشخيص ألم الأعصاب من 3 دوائم. يعني استخدام الكربامازبين إذا الألم خف عليه يعتبر هذا المعايير تشخيص. التقييم الشعاعي بالنسبة للتمييز بين الأشكال الكلاسيكية أو العرضية لمرض آخر في ألم مثلث دوائم ليس واضحا دائما. 15% من المرضى الذين يعانون من ألم مثلث دوائم من أي شكل كان لديهم موجودات وشذوذات على السي تي أو الرنين. يساعد MRI مع أو بدون الحقن في التمييز بين الأسباب الثانوية للألم مثلث دوائم من الشكل مجهول السبب. الرنين هي طريقة التصوير المختار والمشار إليه في المرضى الذين يعانون من ألم العصب الخامس الذين تقل أعمارهم عن 60 عام، وذلك لاستبعاد الأورام بشكل أساسي. يوصي بعض الأطباء بالMRI لجميع الأمراض لاستبعاد وجود آفي أو وعاء غير طبيعي يضغط على جذور الأعصاب. ومع ذلك ذكرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب أنه بسبب تضارب الدراسات لم تكن هناك أدلة كافية لدعم وضحت فئة التصوير بالرنين المغناطيسي لتحديد تشوهات الأوعية الدموية. يمكن أن يكون الرنين الوعائي مفيدا في تحديد موقع ضغط الأوعية الدموية، ومع ذلك تظل الحساسية منخفضة. هون بالصورة أنه آيكا عملت لوب على أعصاب مثلث دوائم، هذا صورة الرنين. مثل المعالجة دوائي أو جراحي، ونظرا لأن معظم المرضى الذين يعانون من ألم مثلث دوائم عند عمر أكبر من 60 عام، فإن المعالج الدوائي هي العلاج الأول المنطقي، وغالبا ما يكون فعالا وكافيا في 75% من الحالات. صراحة أنا بالعلاج الدوائي ما بتوسع، يعني بس تصنيفهم إنه ضمن 3 زمر: مضادات الاختلاج ومضادات الاكتئاب، مضادات الذهان والمسكنات. مضادات الاختلاج عاطين الكربامازبين وباكلوفين والفيتوين. مضادات الاكتئاب أميلوتريبتيلين والباقيات. الكربامازبين هو خط العلاج الأول لألم مثلث دوائم. يجب أن يكون هناك استجابة على الكربامازبين في بداية العلاج. في حال عدم الاستجابة يجب البحث والاستقصاء عن تشخيص آخر. الجرعة في البداية 200 ملي جرام في اليوم، يتم زيادتها تدريجيا حتى تحسن الألم، قد تصل الجرعة حتى 1200 ملي جرام يوميا. التأثيرات الجانبية 20-24% من المرضى ممكن يصير عنده رنح ودوار ووهن، نقص صوديوم المصل، فرط حساسي متلازم ستيفن جونسون، وفي ترقي بخمائر الكبد. الفنتوين نفس آلية عمل الكربامازبين لكن ليس بنفس الفعالية. الجرعة من خمسة إلى 7 جرام الأخذ من الكربامازبين والأكلوفين والجابابنتين واللاموتريجين والأوكسيكربامازبين والفنتوين. السيرجيكال مانجمنت عندنا المايكروفيسكولار ديكمبريشن اللي هي موضوعنا اليوم، والأشعة بالتصوير المجسم والحق تحت الجلد والجاما نايف سيرجري. أنا هوديك الثلاثة التانيات ما دخلت فيهم لأن بصير محاضرة كتير كبيرة، لهيك أخذت بس أول واحدة. مايكروفيسكولار ديكمبريشن فور تراجيمينال نيرالجيا. في عام 1934 وصف والتر داندي مدخل خلف السيني ريتروسيجمويند للعصب مثلث دوائم، ولاحظ بشكل متكرر وجود احتكاك وتماس بين الأوعية الدموية والعصب في مرضى ألم مثلث دوائم. تم إجراء أول عملية من قبل جيمس كارنر عام 1959، قام بتحرير الأوعية الملامسة للعصب وضع بينها قطعة جلفون. تم تنقيح وتعديل هذا الإجراء لاحقا ونشره من قبل بيتر جانيتا الذي أجري بواسطة المجهر جراحة عصبي. نرجع للباثولوجي شوي. يعتقد أن مسببات ألم مثلث دوائم مرتبط بالتوصيل غير الطبيعي داخل العصب، ربما يسبب تغيرات في الميالين ناجم عن رد ميكانيكي نابض من وعاء جابر. قد يوجد جزء قصير من العصب في المنطقة التي تلي خروجه من جذع الدماغ أو قبل دخوله إلى جذع الدماغ، حيث لا تزال المحاور العصبية مغطاة بالميالين المركزية التي تنتج خلايا دماغية قليلة التوصل. بعد بضع مليمترات هناك انتقال الميالين المحيطة التي تنتج خلايا شوان، تسمى منطقة الانتقال هذه اسم عالم يعني أوبستينال ريدليج زون
أو إلى أسماء إلى تسميت يعني. يعتقد أن منطقة العصب التي تحتوي على الشكل المركزي للميالين معرضة بشكل خاص للتغيرات المرضية التالية لضغط الأوعية الدموية التي تؤدي إلى إزالة الميالين وتغيير التوصيل ضمن محاور العصب. هون نشوف تأثير بعض الدموين في البداية، بعيد يكون عنه، بعدين مرحلة تانية بصير ملامس له، المرحلة اللي بعدها ممكن يحفر خطوط ضمنه. اعتبارات جراحية، أول شيء إنه الألم الأفضل أن يكون معزول عن الفرع الأول، ما يكون عرض لمرض ثاني. بدون ما يكون في عنا خدر ونمل في الوجه، يعني المرضى اللي بيكون بيكون في عندهم خدر ونمل في الوجه أو حس حرق، إنه مرشحين غير جيدين لإجراء العمل الجراحي. الأفضل أن يكونوا شباب وما في عندهم مشاكل تانية، يعني هي مشان التخدير غالب. على الرغم من ذلك ليس هناك مضاد استطواب أو اختلاف في النتائج عند الأكبر سنا، على العكس التكنيك قد يكون أسهل لدى المسنين بسبب ضمور الدماغ الموجود وعدم وجود الوذم المخيخي. التصوير قبل الجراحة، يجرى لجميع المرضى قبل الجراحة للتأكد من عدم وجود آفة داخل القحف قد تكون مسؤولة عن الألم. يحدد التغيرات الالتهابية أو وجود ضويحات للإماس في حال كانت مشتبهة. ومشان تكنيك الجراحة تكشف تشوهات الشريان القاعدي في حال وجودها، الشريان القاعدي المنتبذ هم بين عنا بالصورة رايح على اليمين، أو التشوهات العظمية اللي بنشوفها أثناء الدخول بالمدخل الجراحي. هاي الصورة كمان بتوضح لنا العصب مثلث التوائم وفروعه، كل فرع من وين بيطلع. الفرع السفلي من الثقب البيضي، والفرع الثاني من الثقب المدورة، وفي عنا الفرع الأول من شق الحجاج العلوي. الأوعية المشتبهة أنه ممكن هي تكون ضاغطة على العصب المثلث. الأقمشة الشرايينية 64% وريد 36%. الشرايين غالبا شريان المخيخ العلوي 81%، الأيكا 10%، شريان القاعدي ممكن نشوفه عند المسنين والذكور وبكون في قصة ارتفاع توتر شرياني. ممكن يكون بتروزال فين أو سبيريو بتروزال فين كومبلكس معقد، بيكون يعني بيكون أكثر من فرع. الأغضاط إذا كان على الجزء السفلي من العصب غالبا بيكون شريان المخيخ العلوي بيضغط العصب من الأمام والأعلى. على الجزء العلوي اللي بيضغط فيه الفرع الأول والثاني بيكون مش شرياني وبيكون في الوحش الضغط. والانقسام أو الفرع الثاني إذا بيكون هو مضغوط الضغط بيكون غالبا من منشأ وريدي في المسي والوحشي. هون هاي الصور، عندنا الصورة تحت هون عندنا شريان القاعدة رايح على اليمين ضغط على العصب مثلث التوائم الأيمن، وبنفس الوقت في عندنا شريان المخيخ العلوي في اليسار كمان ضغط على العصب مثلث التوائم في اليسار. بالصورة الثانية في عندنا شريان المخيخ العلوي عاطي انقسامين، الانقسام الوحشي أو الذيل تبعه هو اللي ضغط على العصب. الصورة الثالثة اللي سي قبل ما يصير فيه الانقسام، قبل ما يصير فيه تشعب الشريان المخيخ العلوي، الجزء الرئيسي هو اللي ضغط العصب. وهون بعد الانقسام تشعبين اثنين ضغطين على العصب مثلث التوائم. الوضعية بارك بنش وضعية طبطني بوضعية ثلاثة أرباع، زاوية ثلاثة أرباع، رفع الصدر 10 إلى 15 درجة لتقليل الاحتقان الوريدي، استخدام مايفيلد 3 بنات لتثبيت الرأس مع تدوير الرأس نحو الأرض 10 إلى 15 درجة. لا داعي لإمالة الرأس نحو الأرض بل يبقى موازيا للأرض، يعني إحنا بس بدنا القسم العلوي أو الجزء العلوي اللي هو فيه موجود العصب مثلث التوائم. إذا بدنا ميل الرأس بدنا جوز إنه مشان نشوف العصب السفلي. عطف العنق قليلا نحو الصدر، الكتف العليا تثبت وتبعد باستخدام شريط لاصق. وبذل خطنة أو الاعتماد على التفريق من الصهاريج القاعدي، هون إنه قد نستخدم إنه تخطيط العضلات أو تخطيط جذع الدماغ، مراقبة السمع. المدخل الجراحي من المهم تحديد الجيب المعترض والسيني. المعترض يوجد على خط أفقي يمتد من الحافة العلوي
للزيجوماتيك ارش ويمر من مسمى السمع الظاهر الى النيون. السيني يمتد على طول الخدود الخلف في الانات الخشية. بعدين بعد ما نحددين حلق الشعر خلف الأذن على مساحة جيدة، هذا هو الخط من الحاف العلوي للإنيون، يحددنا الجيب المعترض. المدخل الجراح نكمل فيه. شق الجراح خلف الأذن بوحدة 2 سنتي، يمتد من أعلى الصيون حتى قاعدة الخشاء، أعلى الصيون هون حتى قاعدة الخشاء، إما بشكل مستقيم طولي أو بشكل حرف S نعمله هيك، أو بشكل حرف U مقلوبي. فتح باقي الطبقات باستخدام مخثر أحاد القطب الكوتري حتى الوصول للعظم وكشف الخشاء والثنون الخشائي. نصادف هنا الشرايين القذالي ضمن العضلات، يتم تخثيره بشكل جيد. يتم تحديد الاستريون وكذلك الوريد الخشائي اللي بيكون بيمشي تحته مباشرة، هو الجيب المعترض. هذا هو الوريد هون، بيكون على سطح الجمجمي، تحته مباشرة بيكون في عنا الجيب المعترض. هاي إنه جرح في خط مستقيم عمودي. بير هول أسفل الأستريون بواحد سنتيمتر مكان اتصال الجيب المعترض مع السينة. في حال كانت معالم غير واضحة، ثق بفوق الوريد الخشائي مباشرة، اللي بيكون يعني إنه هو مثل إنه محدد من الجيب المعترض. طبعا الحفر بيكون بواسطة الحفارة الكهربائية. نوصل الجافي، فصل الجافي عن العظم بشكل لطيف مكان الثقبي طريق السكتور. كشف الجيب بواسطة الكاريسون قياس 2 ملم في حال عدم رؤيته، يعني إذا كان مكان تحت الجيب بصير ناكل بالكاريسون أو بالحفارة نفسها لحتى يبين عنا. يا يعني كرانيوتومي أو كرانيوكتومي، أقرب ما يكون للجيب المعترض والصيني، شكل مثلثي أو شكل مربع. استخدم الشمع العظمي لإغلاق الخلايا الخشائية الهوائية. أخوان تنحيف وحف الحافة العظمية اللي هون هي بالصورة عندنا تحت فوق الجيب المعترض وكذلك السيني بشكل خاص، يعني بسبب رق الجداري واختبائي خلف الحافة العظمية للثنون الخشائي والتصاقه بالعظم خاصة عند المسنين، وبالتالي احتمالية إصابته. يتم تسليخ عن العظم واستطالة تبقى من العظم وسط الكاريسون. فتح الجافي بشكل حرف سي مقلوبي محدد باتجاه مكان اتصال السينة مع المعترض مثل ما من شايفين، أو بمحاذاتي على بعد 50 ملم منهما عشان نأخذ قطب تعليق للجافي من طرف الجيبين ونرفعها. من الممكن فتح الجافي بشكل حرف تي مقلوبي. وضع قطن عصبي فوق سطح المخيخ لحمايته من الرد، وبصير عندنا سطح لتحريك الأدوات المجهرين نحو الداخل. نحن من قبل كنا مركبين إبرة بزل قطني لأنه يساعد في الاستغناء عن التبعيد العنيف للمخيف، فقط تبعيد خفيف بواسطة قبضة السكشن وقبضة البيبلر قد تكون كافية. يتم فتحها بعدها سيسترنا أو الصهريج القاعدي، يتم الاستغناء عن سباينال درين. هاي هون تبعيد في مبعد، هون عن طريق قبضة السكشن والبيبلر. المتابعة نحو العمق دليل أنه عظم الصخرة والخيمة، اتصال الخيمة وعظم الصخرة. أول شيء رح نشوفه هو عندنا الوريد الصخري الكبير سوبيروبيتروزال فين، غالبا ما يشاهد أولا وقد يكون عبارة عن معقد أكثر من فرع تنتهي بالخيمة. تحت مباشرة رح يكون عندنا العصب المثلث التوائم اللي يكون مغلف العنكبوتي. الابتعاد عن تخثيرها ما أمكن، بنحكي على معقد سوبيروبيتروزال فين بسبب ممكن يؤدي لمخاطر احتشاف الجسر من 0 إلى 5% أو جزء الدماغ. في حال تمزقها أثناء التبعيد يتم تخثيرها من الطرف الحر واستخدام السجسيل من الطرف الجافي. العصب الخامس يقع بالعمق أعمق من العصب السابع والثامن، واللذان ينبغي عدم رؤيتهما في هذا المدخل. في حال رؤية العصب السابع والثامن في ساحة المجهر، يعني إذا كانوا هن في متوسط الساحة بنحرك المجهر باتجاه الأعلى. في بعض الحالات قد تكون هناك حديدة عظمية بروز من العظم خلف كهف ميكل كبيرة بما يكفي لإخفاء الموقع الذي يدخل فيه العصب الخامس إلى الكهف، قد نحتاج إلى حفها وتنحيفها. هون توزع العصب، العصب الخامس عميق وعلوي لأن العصب السابع والثامن، بعدين العصب السفلي، العصب الرابع يكون موجود الساعة أعلى منه وللداخل أكثر، وبيكون ضمن العنكبوتي، قد يكون ضمن العنكبوتي المغلفي للعصب الخامس. يكون الغشاء العنكبوتي محيطا بالعصب الخامس والعصب الأخرى
وبالأوعية الدموية. تتم إزالة العنكبوتي عن العصب من خلال التوائم بلطف بواسطة مقص من جهري، يعني المقص بيكون مو تسليخ أو تبعيد، عن طريق المقص، خاصة الأماكن المتسمكة مثل ما مبينين هون بالصورة من العنكبوتي، مع الحذر من إصابة العصب الخامس أو العصب الرابع الذي يكون ضمن الغشاء العنكبوتي على العصب الخامس. يتم فصل وتحرير الأوعية الدموية التي تكون ملامسة للعصب أو ضاغط عليه من منشأ العصب باتجاه الوحشي حتى كاف ميكل. توضع قطعة من التفلون بتكون ممزقة بين العصب والوعاء المشتبه أو الأوعية المشتبهة. وضعها بيكون يعني من الأنثى بنبلش باتجاه الوحشي، لازم ينفصل فصل كامل على طول مسير العصب. من الممكن أن يمر الشريان عبر العصب، وهي صارت معنا الشغلة يعني دكتور جلال يمكن أن أشرح لكم إياها. نستخدم التشريح الدقيق بواسطة شفرة جهري لفصل الوعاء الدموي عن العصب. إذا كان الوعاء الذي يضغط العصب هو وريد مثل البتروزال فين أو تراجمينال فين، يتم تسليخه وفصل الوريد بعناية من العصب، تخسيره باستخدام البايبولار صغير منخفض الجهد لمنع انتشار التيار للعصب المجاور. بعد ذلك يتم تغسيل الوريد بشكل جيد من الجهة المقابلة ثم قطعه. في بعض الحالات لا يكون هناك وعاء واضح ضغط على العصب، نقوم بالضغط على العصب 3 مرات بشكل لطيف. ما أعرف، من الممكن إحداث اضطراب في التوصيل في العصب الذي يكون فيه مشكلة بالتوصيل بالأصل، ممكن هيك الآلة. وهاي الصور هون عم توضح لنا هاي شريان المخيخ العلوي، التشعبات تبعيته هي اللي ضغط على العصب. هون عندنا شريان المخيخ العلوي وشريان المخيخ الأمام السفلي، عاملين اتنيناتهم مثل اللوب ضاغطين كمان على العصب. هون تراجمينال نيرف عامل للتشعب كمان ضغط العصب. وهون سوبيريور بتروزال فين كمان هو اللي ضغطنا العصب. هون هاي طريقة إدخال قطعة التفلون. التراجمينال نيرف يعني هون بالمنطقة هاي، هون موجود عندنا كاف ميكل، بيكون رايح باتجاهه، لذلك الفصل بده يكون منهم من الأنثى نحو الوحشي يعني حتى دخول العصب في الكهف. هاي الصور هون، هاي بتروزال فين ضغط على العصب، هاي الايكل كمان ضغط على العصب من هون، وهاي السوبيريور سيربيرلر ارتري كمان ضغط على العصب من هون. هون غالبا هذا الشريان، هذا الوريد تراجمينال فين، عفوا، وهي من تحت غالبا الشريان مخيخي العلوي. بعد الانتهاء من العصب وتبعيد الأوعية عنه، يتم إجراء فحص شامل للساحة، غسيل بسيروم ملح دافي بشكل لطيف، نشوف إذا في عنا نزف، نغسله على السواء ما يضل مشان ما يضل نزف جوا. ممكن استعمال الجلفوم مبلل بالبافرين في حال وجود تشنج وعي، إغلاق الجافي بشكل كتيم تايت. قد يتم استعمال طعم صنعي أو جزء من الجالية. يتم إرجاع السدلة العظمية وتثبيتها بصفائح معدنية، وقت نكون عاملين كرانيوكتومي أو وضع رقعة معدنية وكرانيوكتومي. بعد العمل الجراحي يجب مراقبة المريض طوال الليل في وحدة العناية المركزة، مراقبة الضغط الشرياني وخفض الضغط عند إذا صار عندنا المريض عنده ارتفاع في الضغط الانقباض أكثر من 160، تسكين المريض مسكنات خفيفة، الغثاء والأقيان شائع بعد الجراحة، نعطي مضاد أقياء. يخرج المريض إلى الجناح في اليوم التالي ويسمح له بالطعام والشراب. المرضى أنا مثلث توائم بعد العمل الجراحي، إنه أول شيء يعني أول شغلة أول ما بصحوا من التخدير بلاحظوا الفرق، فهيك بيكونوا ممنوعين كتير يعني بالعمل الجراحي. سي تي دماغ ليس ضروريا بعد الجراحة إلا في حال وجود صداع شديد، يعني عندنا شك نزف في الحفرة الخلفية ممكن يطلب سي تي دماغ. يخرج المريض المنزل في اليوم الثالث للجراحة. معظم المرضى يعودون إلى حياتهم الطبيعية، يعني تصيروا بحسنوا بيطلعوا يفوتوا في الأسبوع الثاني والثالث. نصف المرضى يعودون للنشاط الأساسي في غضون شهر صيفتهم، و 90% بحلول 3 شهور. الاختلاطات نادرة عند إجراءها بأيدي خبيرة، لأن مثلاً أذيل الأعصاب القحفية اللي هو يكون نادر. قد يعاني العديد من المرضى من ضعف السمع التوصيلي بسبب دخول السوائل من الخلايا الخشية للأذن الوسطى، بتحسن خلال أسابيع. ضعف السمع الحسي العصبي والذي قد يكون دائم بسبب حدوث تشنج في اللايكة، لهيك التبعيد يجب أن يكون لطيفا.
دوار وطنين عند 2% من المرضى وكمان بتراجع. شلل العصب الوجهي عند 5% من المرضى يتحسن مع الوقت. ازدواجية الرؤية شلل الرابع 4.3% ويكون عابر دائم 0.1%. نزل الأنف للسي اس اف ممكن 1.5% بسبب دخول السائل الدماغ الشوكي للخلايا الخشائي للأذن، لأن في روستاش بفوت على الأنف. يتوقف عفويا أو باستخدام تصريف حقنة. تشميع الخشاية بشكل جيد والإغلاق المحكم للجافة. الوزن المخيخي التالي للجراحة التي ممكن أن تحدث نتيجة التبعيد الجذري الجائر نادرة أو بسبب التضحية بالأوردة الموجودة أثناء الدخول، اللي هو بيكون هو غالبا سبب الوزن المخيخي. التهاب الصحيح العقيم 2% ارتكاس يستجيب للاستيرويدات. التهاب الصحيح الجرثومي 0.9%. نصف التالي للجراحة تحت الجافي أو ضمن الدماغ 1% أو تحت العنكبوتي. احتشاء على توزع شريان المخ الخلفي أو على جزء الدماغ. السم الرئوي 0.6%. معدل نجاح الجراحة غالبا من 75 إلى 85%، وأكثر من ذلك عندما تكون الحالة منتقاة وبأيدي خبيرة. معدل النكس يعني نكس الألم، إذا الألم شديد ولا يستجيب على الأدوية 3.5%، ألم خفيف إلى متوسط يسيطر عليه دوائين 1.5%. هون كاتبين إنه النكس الكبير أو الألم الكبير بيكون أقل عند المرضى اللي أثناء الجراحة بنشوف عندهم بشكل صريح وواضح في عندهم وعاء شريان كبير هو اللي ضاعت ونحن عزلنا، هو دي بيكون عندهم النكس بشكل خفيف. أما النكس اللي أكتر بيكون مثلا الألم بيرجع عندهم شديد، غالبيتهم بيكون عندهم سبب الضغط على الأعصاب هو سبب وريدة. في حال كان التدخل غير ناجح لأسباب تتعلق بالتكنيك الجراحة، فمن غير المحتمل أن يؤدي تكرار العملية لنتائج أفضل، أي وقت تكون المشكلة في التكنيك الجراحة. هاي هون عندنا دور سروت انتريزون. أحيانا من نقطع الجزء الظهري من العصب، العصب القسم الحسي للسيطرة على الألم. الله يعطيكم العافية. بالعلاج الأدوية دكتور موفق، مذكور شيء أنه مشاركة أكثر من أدوية من دواء معين؟ إيه معلم، مذكور بس أنا ما ذكرته. خاصة كاتبين على الكاربامازبين والجابابنتين، مشاركتهم كتير جيدة. حتى مضادات الاختلاج فيك تشارك مع بعضها، يمكن يعني ممكن تشارك كاربامازبين مع فينيتوئين بنفس الوقت، او الافضل انه تشارك كاربامازبين مع اللاموتريجين، او كان حسب ما اذكر المستحضر الجديد تبع الكاربامازبين اللي هو ما عاد اتذكر اسمه شو كان اسمه، اوكسي كاربامازبين على ما طيب العلاجات القديمة اللي كانت عم تصير، اللي هي عبارة كان يعني أيام الإقامة كانوا يحقنوا جليسيرول أو كحول أحيانا، أو حتى ينفخوا بالون يعني عبر الثقب البيضية والثقب المدورة، وهالشي هذا يعني التغى بعد ما طلع أيوة يعني التغى، ولا هو يعني لساته حلول جزئية هالحقن هذا؟ هو ما أنا معلم يعني ما تطرقت له كتير، أو يعني ما فت فيه كتير لأنه مشان المحاضرة قلت لك مشان ما تكبر أكثر من هيك. قريت شوي عنه يعني، غالبا كهو حلول جزئية للمرضى مثلا بجوز ما يتحملوا الجراحة، أو اللي ممكن مثلا يكون عندهم الألم على مسير العصب على مسير الفرع الأول اللي هو الفرع العيني، وغالبا احتمال يكون إصابته هي إصابة محيطية بعد عقدة جاسلر ممكن يستفيد. كان الحلول الثاني كان ممكن كمان الراديو فريكوينسي، كمان من ضمن الحلول يعني غير نفخ البالون وحقن الجليسيرول، كان راديو فريكوينسي ممكن يعطيك. ما بينسمع الصوت ايمن؟ اي معلم، راديو سيرجري. لا مو الراديو سيرجري، راديو فريكوينسي غير راديو سيرجري. راديو فريكوينسي هي أشعة راديوية
بتنعطى بدرجة يعني درجة منخفضة بيخرب الياف المسؤولة عن حس الألم وبيترك الياف المسؤولة عن حس اللمس عن بقية أنواع الحس، غير الموضوع الراديو سيرجري اللي بنشغل بالجاما نايف أو اليناك أو المسرع الخط. يعني بس هو درجة حرارة يمكن اسمه راديو فريكوينسي كانت تشرين يستخدم تمام مذكور حتى مونو كان تشرين مذكور بالكتب انه بنشغل راديو فريكوينسي، وبتذكر حتى الرقم كان بينحط على 30 ل 40 اذا بدك تخرب الياف حس اللمس حس الالم، واذا بدك تخرب الياف حس اللمس بدك تشتغل 80 ل 90. هو هذا عبارة عن عم تحط أبر ناعمي أنت مثل تنبيه الأعصاب، ولكن عم تعطيه بالدرجة على عم تؤدي للتخريب. هلا هي الفكرة اللي حكاها دكتور موفق بالبداية إنه جانيتا بالأساس ساعة اللي كان هو كان مقيم، هو عم يساعد معلمه بجراحة المثلث التوائم. مثلث التوائم تدرجت فيه من التخريب المحيطة، وأنت جاي على عقدة جاسر لحتى صار يفكروا بقطع العصب نفسه. فالعملية اللي صارت انه فتحوا ريتروسيجمويد لحتى يقطعوا العصب مشان يريحوا المريض، لان شو من عملوا له محيطيا عبر الثقب البيضي وغيره وبالون وحقن كحول وكذا ما عم ياخذ نتيجة، عم يرجع ينكس. فاجوا بدهم ياخذوا العصب من جذره، فجانيتا بيحكي انه هو لاحظ انه في شريان فوق العصب، قال له لا ما تخلينا نقطع العصب، خلينا نبعد الشريان لان هذا هو احتمال كبير انه هذا المسبب. فبعد الشريان وهو يعني صارت هاي الآلية ونسبت يعني لا اسمه، وصارت بمعروفة باسم جانيتا، وصار يعني تقريبا يعني يمكن سجل شيء 3000 حالي يعني لحتى عمل سيريس وحتى صار يناقش عليها. اول ما قدمها في المؤتمرات كانوا يعني ما ينظروا له، يعني حتى ما يعني ما كثير يصدقوا انه شو هذا بعد الشريان وبطيب العصب، يعني لحتى صار عنده اعداد كبيرة وقدر يقدمها يعني. فهذا الاسم اللي صار بجانيتا. هلا في شغله تانية انه نحن عم نحكي فيها انه هل يا ترى في شيء اسمه ناكس؟ يعني النتائج اللي حطيتها انت ممتازه، واللي هي الحقيقه عم نعرضها للمرضى، اللي هي نجاح 80 ل 85%، وهذا فعلا يعني يعتبر يعني شيء يعني ممتاز. الشاشه واضحه عندكم؟ عندي اي واضحه تفضل. تمام. فال النسبة 80%، الحالات اللي صرنا عاملينها تقريبا لحد الان هني 14 حالي. النتائج انتم يعني بتعرفوا المرضى مع المني، في عنا مريضين ما تحسنوا او تحسنوا اشهر بده رجعوا، والسبب عندهم تصلب لوحي. والمره الماضيه تناقشنا انه هل التصلب لوحي مضاد استطباب ولا لا. الحقيقه ما هو مضاد استطباب، لان موجود كثير انه بتعطيه فرصه، وفي منهم مرضى بيستفيدوا، فما هو مضاد استطباب، ولكن نسبة نجاحهم يمكن لا تجاوز 50%. في شغلة تانية انه هل العملية ممكن تنكس وممكن تنعمل مرة تانية؟ حد ما رأي عليه الفكرة؟ هلا معلم انا قريت بالنكس انه النكس بعد العمل الجراحي موجود، يعني كاتبين انه باليومنز وبالجرينبرغ انه اذا المشكله في التكنيك، المشكله صار في مشكله اثناء الدخول واثناء عمل الجراحه وما مشى حال العمليه، وبعدين رجع المريض رجع عنده الالم او ضل عنده الالم ورجع بده يعمل عمل الجراحه ثاني، يعني بالدخول الاوعيه اللي راح نشوفها هاي ما كانت العلاقه، ما لها علاقه بالالم الموجود، هاي اوعيه هلا صارت وتوسعت مثل الاوريدي او الاوعيه اللي صارت عندنا موجوده على الندب الموجوده، ما له علاقة بالوعاء الأساسي اللي هم سبب من المشكلة. ما نكاتبين إنه مثلاً قد نسبة التحسن بعد النكس، ما لقيت. أنا دورت باليومنز ودورت بالجرينبرغ ما لقيت. دكتور جلال بنذكر إنه قلتنا عن جانيتا ممكن التدخل بس يكون سريع بعد العملية. كيف عفواً؟ ممكن إذا ذكرتنا مرة ممكن تدخل مرة تاني بس ولكن لازم يكون سريع إذا لقيت ما تحسن المريض. في مشكلة تقنية. هو السؤال تبع دكتور جلال إنه إذا نكس المريض بعد فترة، يعني ممكن تفكر إنه المريض رجعت أعراضه بعد فترة، حطيت له تفلون وبعدت الشريان أو الوريد والمريض بعد فترة رجع سنتين ثلاثة رجع عنده ألم، بتفكر إنه تفتح مرة تانية؟ أنا حقيقة ما قرأت هاي المعلومة إنه ممكن ترجع تفتح مرة تانية، ما بعرف ما عندي المعلومة يعني.
الحقيقة في مذكور كتير إنه بتعطي مرة فرصة مرة تانية يعني، وهذا الشيء يعني إله سبب. السبب إنه أحياناً ممكن يكون التفلون نفسه يتحول لمثل تفلوما، يعمل هو آلية التفلون بتعمل جرانيوليشن، فبصير في يعني مثل جسيم حبيبة كبير ضاغط، فبتعمل إكسبلوريشن بتفتح وبتشوف، وأحياناً كتير بتلاقي التفلون إما بتكون زحلت من محلها ورجع الشريان، أو إنه عاملي يعني تليف شديد ومثبت الأعصاب، فوارد كثير انه تفتح مره ثانيه وتشوفها. هلا هاي من الحالات دكتور ياسين معنا ما هيك؟ تشوفون حسين ياسين معنا ما هيك؟ شايف معك تمام اخي. هلا هذا البتروز الفين اللي هو كومبلكس، هاي هدول الحالات اللي احنا عرضهم، اني الصور اللي من ال14 حالي اللي عندنا، 14 حالي اللي عندنا الحمد لله رب العالمين ممتازين يعني كلياتهم. في عندنا مريضين ثلاثه بياخذوا مسكنات بسيطه يعني بأول فترة بعد الألم، وفي مرضى معظمهم يعني كانوا أو ما معظمهم، في شيء ثلاثة أو أربعة يعني كانوا موصلين لدرجة يعني عم يقولوا هني إنه وصلنا لدرجة إنه نفكر بالانتحار وكذا وهيك. فكانت فعلا النتائج أول ما يصحى المريض كانت النتائج يعني الحمد لله يعني جيدة. هلا هذا البتروزال فين اللي هو يعني ما بصير أنت يعني مثل أقوله أول ما تفكر إنه تخسره، لأن هذا ممكن يكون يعمل احتشاء بالجذع، لأن ما هو هو وريد واحد، هو عبارة عن كومبلكس كامل. هلا انا كاني ما اشوف شاشتك دكتور جلال، ما بعرف اذا المشكله بس عندي تمام يا بيطلع. هلا هذا عندنا هون السبعة وثمانية، وهاي الايكا فوقهم، هاي البتروزال فين شايفين شلون كومبلكس، هون كان وريد واحد فوق واصل عند الخيمي، ولكن اذا رجعنا تحت وقصينا الاركنويد بيناتهم بنلاقي مثل جذور الشجره، كل ما نزلنا للعمق شفنا هون ثلاثه. احيانا موصل مذكور انه ممكن توصل لسبع فروع هون من الأوردي، اللي هي كل واحد له يعني مدلول وكل واحد له منطقة مغطية. هاي هذا الحالي اللي كان عندنا شريان البازيلار اللي هو مثل ما قال موفى عند كبار السن وذكور، وعندهم ضغط وبكون في تصلب ضمن الشريان، هاي البقع الصفراء هي تصلب الشريان. بعدنا الشريان عند العصب وحطينا بيناتهم التفلون، وهذا البتروزال كومبلكس كله بعدنا. واضح البازيلار ما هيك؟ واضح واضح تمام واضح. هلا هذا العصب الثالث بنشوفه بين البوستيريا سيربيلا، هذا بالحافة العلوية للخيمي، ما دائما بنشوفه بس بنشوف اكثر منه، هو العصب الرابع هلا بنشوفه. هذا الشريان قبل ما نبعده اللي هو البازيلار، وراء ما مبين نهائيا الترجمينال من كثر ما يعني اخذ الحيز، وهذا الحقيقه كنا شايفينه احنا عرانين قبل ما نفتح، فكنا اخذين بالنا انه راح نلاقي انه شريان قاعده ضاغط بشكل كبير. بعد ما بعدنا شوي بنلاقي انه الترجمينال رقيق كثير مترقق، وحتى يعني بشكل افقي، وعامل فيه انطباع عليه الشريان، وكل ما نرفع البايبولار يرجع الشريان ينام عليه وضاغط عليه، فاضطرينا نحط هذه نفس الشيء ترجمينال، حطينا تيوب من التفلون، هاي ترجمينال وهي البازيلار امبريشن هون، وهي البازيلار بعدنا هون. بعد ما خلصنا العملية صار في عنا الكومبلكس هذا هون كلياته، الترجمينال وراء التفلون بشكل أنبوبة لأن ما ينقل الضغط، والبازيلار هون لحتى نقدر نحميه. سبعة وثمانية والأيكا هون محلون. استفاد المريض هذا ممتاز، هذا المريض يعني مباشرة، لأن عنده كان البازيلار كله عم ينبض فوق الترجمينال، هدول يعني مثل ما قال موفى الخلاصة أنه المريض اللي بتلاقي فيه موجودات وعائية وبتشيلها بتلاقي المريض جدا تحسن. يعني المريضة اللي عملناها الأسبوع الماضي نزلت على التخدير وفي محارم بتمها وقطن، فاستغربوا التخدير أنه ليش، لأن ما بتقدر تحكي، دائما في قطن بتمها ومحارم بحيث انه بدها تحكي بحط ايدها على تمها، انه ما بتقدر ما تفهم حكيها، ما بتقدر تحكي مثل العالم، ما بتقدر تاكل مثل العالم، فتخدرت وهن عم يلاقوا عم ينببوه عم يلاقوا قطن بتمها، انه شو قصته هذا القطن. طبعا بعد العمل الجراحي المخلوقه يعني عم تحكي عادي، فاهلها كثير مبسوطين انه قد ايش صار لهم ما شافوا امهم هيك عايشه حياتها الطبيعيه، فجدا يعني لها دور. هذا السابع والثامن والايكا فوقهم نشوف بعض الحالات. طبعا هذا البازيلار من تحته مارق مثل ما انا شايفين، وهي التصلب العصيدي تبعه، مشان بشكل عام في جزء من اللي عرضه الدكتور موفق مبين الصوره عندنا هون.
هاي اشكال الشرايين اللي ممكن يعني ممكن تلاقي شيء موصوف وشيء ما هو موصوف. يعني هلا هاي عباره عن ست حالات، ست وضعيات للوضعيه بين الشرايين ووضعيه الانضغاط اللي هي غالبا بتكون عند مخرج العصب من جذع الدماغ. فممكن تلاقي دائما بكل حالي شيء جديد. هاي الامبريشن مثل عرض قسم منهم هن يعني هون حوالي 7 حالات كمان ذاكره الروتون البازيلر. هاي طبعا هاي المنظر من الناحيه الخلفيه من المدخل الجراحي. الانضغاط الوريدي هو هذا كمان، هذا منظر امامي التريجيمينال نيرف، ممكن يكون البتروزال فين، اما يكون عنده يعني ترانس معترض الجسر المعترض، ممكن يكون العامل يعني عده فروع وضغط عليه، ممكن يكون جاي من الانثى باتجاه جذع الدماغ، ممكن يكون لا لافف يعني حواليه وهو يعني الوريد وريد الفشر المخيخي الجسري. هاي مخلوطة على عبيرة. هاي الحالة الوريدية، هاي الحالة الشريانية اللي نحن عرضناها اللي هو الصورة. طلعت الصورة هلا؟ تمام. إيه معلم. هذا الشريان هون في عنا شريانين اللي هن الفقاري عم يلتحموا ليشكلوا القاعدة. فمبين إنه عرنين إنه أنت فاتح على شيء اسمه يعني مشكلة بالشرايين بمنطقة الترجمين للنيرف. تمام ما هيك؟ واضح. الآي حالة تانية بيكون في الغشاء العنكبوتي مثل ما قال بنقصه بآلية شارب ديسكشن. ما هو بالبايبولار، لا بدك تكون شارب ديسكشن تقصه لأنه مشان ما يصير رب، وتكشف تحت الشريان الـ SCA اللي هو ضاغط على الترجمينال. فهذا هون العنكبوت محل ما قصيناه. عم تقلب الشاشة؟ ايه تمام. ايه تمام. هون عنا البازيلر كمان غشاء عنكبوتي مغطي به. بعد ما قصينا الغشاء العنكبوتي انكشف عنا البازيلر، وهي الترجمينال نيرف، وهي 87. مثل ما قالت كمان بالملاحظة انه اذا شفت 87 بدك تروح على الانثى اكثر وللعمق اكثر لحتى تشوف الترجمينال نيرف. اذا نزلت اعمق من 87 للعمق كثير مثل ما شفنا الاسبوعين الماضي واللي قبله، بنشوف الاعصاب السادس وهو فايت على قناه دوريلو. هاي هون قبل ما نقص الغشاء العنكبوتي ونكشف البازيلار اللي هو ضاغط على الترجمينال نيرف. واضح؟ نعم واضح. واضح طبعا. هاي عرضة موفق، ما رح نرد نعيد عليها. وهاي الآلية، هاي هون عنا وضعية الألياف كمان ما كتير يعني بتهمنا دائما أو كتير حالات بنكشف فيها القسم الحركي. لا ننسى أنه هو بالأساس هو عصب حسي بشكل أساسي، ففي فرع دائما حركة وفي تداخل بين الألياف الحسي والحركية، يعني مثل بسموه فروع بين بين، يعني بين الحركة والحسة. فكثير أحيان نحن منشوف أنه في فرع صغير وراء العصب بيكون هو ماشي ومنعزل عنه. في عنا هدول هاي الأمثلة عن الشرايين، في عنا أمثلة عن الأوردة، في الحقيقة كذا يعني حالي. هاي اللور كرينيال نيرف وهي البيكا عندهم، ما دائما بنكشفهم نحن، بنكشفهم بس اذا بدنا نفتح شوي الصهاريج القاعدي ونخفف سي اس اف مشان نريح نعمل ريلاكس للدماغ. هي 87، هي الترجمينال، وهي عندنا الشريان. معلم ما انت من بالسهم تاشرنا بعد اذنك. هي صوره هيك عم تحرك مشيره. اللي بالنص هذا الابيض هو العصب مثلث التوائم، هي عم تضعف النت فعم يروح هاي. وهذا الشريان الملامس له، وهي الشريان 87، وهذا الشريان الرفيع اللي هو داخل ضمن السمع الباطن اللي هو internal auditory. هذا العصب الرابع واضح،
دائما في غشاء عنكبوتي يعني ما يعني ما مريت بقراءتي انه ممكن يكون هو العصب الرابع مندمج بنفس الغشاء العنكبوتي العصب الخامس، دائما في فرق بيناتهم وحتى في مسافه فاصله. اذا بتلاحظوا دائما نحن بننتقل للانسان الصهريج كرولي لمستوى ثاني لحتى يعني تمام يعني بنفتح العنكبوتي لحتى نكشف العصب الرابع تمام. ما يعني الخلط بيناتهم اكيد ما نو سهل. هاي المناوره بعد ما نحط التفلون هون، هاي التفلون وهي العصب الخامس التريجيمينال. هاي الاعصاب 9 10 11 بعد ما كشفنا عنها الغشاء العنكبوتي. هاي بعد ما خلصنا وحطينا التفلون وبعدنا الشريان عن ال ملاحظين انه كيف الدماغ مرتاح بدون اي مباعدات، الحمد لله نهائيا ما مستعمل مباعدات، الدماغ مرتاح والوريد فيه عليه شد ولكن لا مخسر ولا نو متاثر على ولا، ولون القشر المخيخي طبيعي بحيث انه لا تاثر بالرد بالتبعيد ولا تاثر بالاحتشاء الدماغي. العصب تفلون فوق وتحته، علميا لازم تكشف العصب ب 360 درجه مشان تشوف من كل الجهات. الحالي الأسبوع الماضي بعد ما حطينا التفلون وبعدنا الوريد انكشف انه في الجهة الثانية كمان في وريد صغير فحطينا عليه كمان بعدنا عن العصب. ف يعني بدك تطمن انه العصب من كل الجهات يعني مرتاح وما في عليه اي ضغط. تمام لو سمحت عدلنا دكتور حسين بالله. اختلاجات طوال عندك اختلاجات صرع صرع معمم يعني هاي ما ذكر مختلطات وردي بعد جراحة. مريض عنده اختلاجات بعد العمل الجراحي؟ اي نعم. بعد بقديش؟ بعد بأسبوع قبل فك القطب. واستمرت؟ لحد الآن المريض موضوع على الفينتوين ما مذكور حكيك اختلاط. صار عنده شيء التهاب سحايا خلال الفترة هذيك أو شيء؟ إذا صار فعد فترة قريبة حكيم ممكن احتمال دائما بتداخل الحفرة الخلفية. إذا صار اختلاج بتشك إنه يكون داخل قيلة هوائية واسعة بجيب الجبهة وعملي تخريش وعملي يعني هاي بدها تروح فترة قريبة. قد إيه عمره المريض؟ 60. ما عنده قصة اختلاجات قديمة هو؟ لا 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 ما عندي فكرة. عموما ما مذكور الاختلاجات كاختلاطات. أنا اللي بعرفه التداخل على الحفرة الخلفية الباكر إذا صار في اختلاج باكر فيه فهو منذر لأنه آفي فوق الخيمي. الآفات تحت الخيمي اختلاطات تحت الخيمي ما بتعمل اختلاج غير مخلجي إطلاقا يعني ممكن تقتله بس أما تعمل اختلاج ما بتعمل. فهذا مريض ممكن يكون عنده قصة تانية. ايه والله المريض حسب ما ذكر ما عنده شيء يعني سابق يعني. ايه عم اقول لك بس هو ما انا وارد هاي ابنه شو الآلية تبعه برأيك؟ التهاب السحايا او مثل ما حكيت القيلة الهوائية. القيلة الهوائية بتزور خلال ايام. على صورة طبقي كان طبيعي. ايه. صورة طبقي كان طبيعي، كان في عنده حرارة بس ما في كان اعراض داخل السحايا عنده. يعني هذا الاحتمال الأقوى طالما حتى لو ما في أعراض ما في شيء بيفسر غير التهاب السحايا. يعني شو من تحركت أنت بالحفرة الخلفية شو من أزيد ممكن يصير معك لقوي مثل ما ذكر الاختلاطات ممكن يزيد أعصاب قحفية إذا كنت كتير بعيد أو رابع إذا كتير كمان رضيت نزف احتشاء جزء دماغ بس ما بيعمل اختلاج. يعني صار معنا الحقيقة اختلاط نادر وما لقيته بالفكرة انه المريض اللي ضخم اللي كان عم نشتغله اخر مرة انكسر طاولة العمليات ووقع المريض هاي ما مذكورة فرقدنا شلناه وحطيناه على كرسي الجراح وغسلنا وسكرنا كنا مخلصين تقريبا. المريض كان عاملين له على المايفيلد ولكن حجمه جسمه كبير وطالع هو كتافه. نحن بنشتغل بالوضعيه الجانبيه بنحط لمبر بانكشار والشباب اللي يعني اللي حضروا معنا هلا نحن بنقول 14 حالي بس اني بصراحه 14 حالي يعني يعتبروا عدد جيد بهيك حالات قليله ويعني نوعيه فبنشتغلهم يعني بوضعيه جانبيه مع بزل قطني والشباب لقوا انه قديش الدماغ بيكون مرتاح بالبزل القطني فدائما يعني
تلاقي الصور والشغل يعني مثل كأنك عم تشوف أطلس يعني. فشغل مثل بقوله تشريحه، إذا ما كان هيك الأمور واضحة أكيد ما رح تقدر أنت تساعد المريض. عموما في عنا حالي بس ما عم لاقي صورة، كان في عنا تصلب لويحي عقدي وحيدي ضمن الجزع الدماغ بالبونز، والمريض أصر قلنا له أنه أنت ممكن 50% تأخذ نتيجة، قال ما في مانع. فعمل العملية، تم 3 أشهر بدون أي آلام، بعدين رجعت آلام ورجع يأخذ مسكنات إلى عين. في حالي عنا كان في الوريد مارق بقلب العصب مثلث التوائم، رح نشوف إذا فينا أعرضها إذا لقيتها. مقصود مخترقه من جهة للجهة الثانية؟ الأمام جهة مارق فيه يعني، وصاير ضمن غمده يعني، هل هو حادثة التهابية أو يعني ملفت إلى النظر يعني أنه تلاقي هيك حالي. بس سويت له شو بعدنا كمان مثل عادي، مثل ما قال ما لك موفق بدك بعده شو من كان اللي بتساوي له تلاخو شارب ديسكشن. شارب ديسكشن أيوة. ونحن الحقيقة المرضى عم يجوا من أكثر من محل، فنحن يعني مبين هيك الشاشة هلأ حاليا. لا ناين دكتور موفق معنا هيك مبيني. تمام ايه تمام. طيب هذا العصب مثلث التوائم، هاي حالي انا يمكن اول مره بشوفها نادره، هاي العصب مثلث التوائم وهي الوريد صاير ضمن يعني مارق منه، اما يعني اما خلقه او التهاب او شيء، وصاير في حاجز يعني فوقه والوريد لازق لزق فيه يعني، شو من بعدته بتلاقيه بتم شادد عليه. هاي الصوره اوضح، واضح هون علينا؟ واضح واضح تمام. راح نكبرها شوي. تمام. هاي العصب مثلث التوائم الابيض وهي الوريد، في مؤشر عم يطلع المؤشر عندكم؟ واضح عم يطلع. تمام. فهذا عامل حاجز او انه فائد ضمن غمد العصب، وهذا مذكور يعني بس نادر جدا يعني، يمكن هاي الحاله الوحيده اللي مرقت علينا. فهذا بيفسر الآلي. في عنا الصوره الماضي تبع الناقوح الاسبوع الماضي، هاي هون كمان كيف الغمد كمان بعد ما بعدنا هزار الناقوح لقينا فيه امبريشن يعني الوريد، العصب فيه مثل الاخدود محفور مكان الوريد. هذول الحقيقه المرضى يعني بيصير فيهم نتائج جيده، لانك انت عم تشوف انه في شيء مقنع بالعمليه يعني. شوف في سبب واضح نعم. يعني عم تشوف سبب واضح، مع انه بالاثناء العمليه ما لقينا هال يعني هالاخدود، هذا بتشوفه بعدين بس انت ترجع يعني مثل اقول له زبط الفيديو وتدقق فيه وتشوف الكثافات، بتلاقي فعلا انه شلون كان الوريد بالعمليه. بتسلخ بعيد ما كثير بتدقق على الاعصاب يعني، او احيانا كثير في امور بتكتشفها بعد مثل ما بقوله بالتفاصيل شوي الدقيقه بالتكنيك. هدول الحالات اللي حبينا نشاركها. والشغله الثانيه اللي عم تسال عنها دكتور جلال، انه المرضى عم يتحسنوا، عم نلاقي تحسن على الادويه ولا لا؟ بعتقد غالبية المرضى يعني ما بيوصل لعنا غير المرضى الجراحيين. بقية المرضى كلها غالبيتهم بيتعالجوا عند أطباء الأمراض العصبية، يعني ما بيوصل لعندك غير المريض الجراحي تقريبا. ممكن. وحقيقة كمان في شغلة ما ذكرت، أنه أنا مريضة تحولت لعندي لإجراء عمل جراحي، والمريضة عندها التهاب مفصل صبغي يعني، حولناها على الجراح الفكي، وجاي جاي بورقة لإجراء عمل جراحي وعم تاخذ تجريتول، وهي اهم شغله انه ما تحسنت نهائيا. تجريتول هو دواء مشخص يعني، لازم اول ما ياخذه المريض يفرق عليه، وبعدين ممكن ما يتحسن ما في مشكله، بس هو شيء مشخص للالم. المريض عنده الم صدغي يعني، كل ما تفتح تمها وتسكرها بتعلك اللقمه او بتحكي بصير عنده الم، تضغط له على باصبعتك على المفصل يعني الم شديد. اذا ما لقيت المفصل وما حركته ما في الم، لو ساعه ما في الم. لا يعني في اختلاطات بدها يعني شويه يعني بحث، ومثل ما بقولوا في تشابه الحاله السريري. نعم. خراجات اللثه وخراجات الاسنان بنحطها بالحاله التشخيصيه كمان. معظم المرضى اللي بوصلوا للعمليه بيكونوا شالعين سنين ثلاثه يعني اذا ما اكثر، وبمروا على الجراحه الفكيه. يمكن احنا في عندنا نعم. مريض او مريضين يجون عن طريق الجراحه الفكيه يعني. معلمنا بعد اذنك، يعني والله سواء دوس 100 ملي جرام كرمال بالزبين، يعني نوصل إلى 600 أو 200 لحتى نقترح الجراحة ولا قبل؟
حكيم اذا المريض عم ياخذ الادويه واموره جيده ومتحمل وما في الم ما في مشكله، اما اذا المريض عم ياخذ 800 وهو راسه ثقيل وما عم يقدر يمشي ويعني حياته متكركبه من وراء الدواء، لا ساعتها الاطباء بدها تعطيه فرصه. يعني في مرضى حساسيتهم على الكربامازيبين بقول لك انا حبه ونص بس حالي سكران ما بقدر، فيا اخي ما بدي هالدواء. والادويه الثانيه للاسف اقل فاعليه، فممكن اذا المريض تحمل 1200 وما عنده مشكله بالدواء وتحسنت اعراضه بقى في بلا يعني ما اكيد ما انه مستقبل. تمام 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 بدي اسالك الله يعطيك العافيه، في فيديوهات اثناء الجراحات حطوها على الغرفه؟ والله في يا حكيم بالنسبه لعملياتنا، بس عملياتنا ما كثير سيده، اذا فت على الاطلس نيروسيرجري موجود فيه يعني مثلا 3 دقائق 5 دقائق. احنا عندنا مثلا مسجل نحن العمليات الحمد لله رب العالمين تقريبا يعني 12 ونص عم نخلص، يعني ساعتين عم تاخذ معنا جنتها كامله او يعني ساعتين ونص مع التسكير. معظم الحالات صارت عمليه روتينيه يعني، ولكن ما عندنا ايديتنج انه نقدر نختصر كل المراحل بهاي، ففي فيديو كليبات موجوده كثير يعني، اما حالاتنا ما انا كثير يعني عاملين لها مونتاج، خاصه انه عندنا الكاميرا بتسجل بميلان معين بنقلب الصور بعدين فبتعمل لها شويه صعوبه، هذا السبب والله. تمام، اذا في فيديوهات تنزلوها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله على عيني على عيني يا دكتور. الفكره انه الصور والفيديوهات ما بتغني عن الحضور الشخصي، بالحضور الشخصي بالرؤية تحت المجهر بتشوف الرؤية ثلاثية الأبعاد غير النظري، غير النظري غير الصور، يعني ممكن الواحد يستفيد ولا يستفيد 20% وقت تحضر تستفيد يعني 80%. تو بس تشتغل بيدك 100%. يا سيدي بصير 120%. ايه 42. والله يا حكيم في مرة صار معنا كل الاختلاطات، نيمنا المريض ورقبته قصيري ففتحنا لقينا الثقب فوق الجيب، نزلنا تحت الجيب فتحنا السحايا لقينا وريد. يعني كل شيء، بس الحمد لله رب العالمين الأمور مشيت تمام والمريض ممتاز، بس يعني أحيانا في مرضى اللي رقبتهم قصيري وهيك بيعذبوا يعني، يعني مثل ما قال يعني كمال يعني الحضور بيتم يعني هو خبرة يعني كل مريض خبرة جديدة يعني. جراحته قصيرة ولا عملية حكينا؟ لا يا أخي بصير له عملية بس بدك جراح يدير باله على الأمر. لا في اختلاط نذكر بالمحاضرة لأعطاء الكربامازبين اللي هو ستيفن جونسون، طبعا هذا من أحد اختلاطات الكربامازبين، ولكن هو اختلاط أشياء بكثير للفينيتوئين، يعني أشياء مضادات الاختلاج اللي بتسبب ستيفن جونسون هو الفينيتوئين مو الكربامازبين. عد عليك دكتور محمد هيك اختلاط بالكربامازبين؟ ما انا ما شفت، ما يعني نادر الكربامازبين، ما عد علي ولا مره، بس بالفينتوئين عد علي مرتين بالاختصاص. ممكن ذكرنا في الاختلاط بستيفن جونسون. ستيفن جونسون هي احمرارية جلد، يعني هو ارتكاس جلدي عاده بيوصل المريض للوفاه بالعين، مشاكل بالعين، التهاب بالمفاضيات بالجلد، والله بشكل اساسي هو السبب الأساسي للأمر عضيه، هو التهابات كبدية أو نقص الإنزيمات. هو أحد أجزاء المشكلة هي مشكلة كبدية، بس لا المشكلة الأساسية هو ارتكاز جلدي بحد ذاته. نعم، علاقة بالذئب الحمامي مذكور أنه التهاب العصب الخامس، أشو آلية علاجه؟ نفس علاج الذئب الحمامي ولا ممكن يستفيد جراحيا؟ ما بنعرف، هون السؤال. SLE ما بذكر، انا ما عندي معلومه، ما بعرف اذا في حدا من الشباب عنده معلومه اذا في علاقه بين SLE وال تراجي. ذكر بالاسباب كانوا ذكر مذكور بالمحاضره بس